نفى أمين عام مجلس الأمة علام الكندري ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن فقدان صناديق انتخابية أو محاضر فرز كانت مودعة لدى الأمانة العامة. الكندري أكد تسلم الأمانة جميع الصناديق الانتخابية محرزة وكاملة من القضاء وتم حفظها في الأمانة، وأنه لا يوجد صناديق مفقودة، مبينا عدم إمكانية فتحها أو نقلها أو الاطلاع على محاضرها إلا من قبل السلطات القضائية، لافتا إلى أنه لم يصدر عن الأمانة أي تصريح بخصوص فقدان صناديق أو غيرها داعيا إلى توخي الحذر والدقة في نقل المعلومات.